مساء الخير، انا الدكتور احمد المصري، استاذ طب وجراحه العيون كليه الطب جامعه اسكندريه. اكلمكم من المركز المصري والنور للعيون. النهارده هيبقى حديثنا على حاجه يمكن غريبه شويه على المستمعين، فهنتكلم على حاجه اسمها امراض القرنيه وعلاجها. بمنتهى البساطه، ربنا خالق سبحانه وتعالى العين بالمنظر ده، الجزء الخارجي البراني ده اللي عامل زي غطا الساعه اسمه القرنيه. فاحنا ده الجزء اللي يهمنا واللي هنتكلم عليه. غطا الساعة ده عامل بالظبط زي الساندويتش، ليه غطا من بره وغطا من جوه وجسم القرنية نفسه. في امراض كتيرة بتصيب القرنية، اشهرها في السن الصغير القرنية المخروطية، وفي السن الكبير ممكن نحصل عتامات في القرنية سواء في الجزء الخارجي او الجزء الداخلي. اللي هنتكلم النهاردة عليه في عجالة هو كيفية علاج امراض القرنية، او بمعنى ادق ما هي الجراحات المختلفة للقرنية. كنا زمان بنقول عملية زرع القرنية، زرع القرنية انا بشيل القرنية كلها واحط مكانها قرنية تانية. الجديد في الموضوع ان بقى زرع القرنية ده جزئي، على حسب الجزء المصاب ايه وبنعالجه. مثلا في السن الصغير بيبقى في حاجة اسمها قرنية المخروطية، ان يبقى في بروز في القرنية في الجزء الخارجي، لكن الجزء الداخلي سليم، فحرام ان احنا نشيل الجزء الداخلي السليم مع الجزء الخارجي لو زرعنا قرنية بالكامل. فاحنا هنا بنشيل الجزء الخارجي اللي هو متأثر في الناس اللي عندها قرنية مخروطية، ونسيب الجزء الداخلي السليم، علشان ده هو اللي ربنا خلقه للمريض نفسه، ودي بنسميها زرع قرنية جزئي. زرع قرنية جزئي بيدي نتائج مماثلة لزرع قرنية كلي، لكن فوائده ان احنا زي ما احنا عارفين ان نسبة رفض القرنية بتبقى عالية في زرع قرنية كلي، تبقى اقل كتير في زرع قرنية جزئي، ما بنخشش جوه العين، نسبة حدوث المية البيضة والزرقة بعد عمليات زرع قرنية بتكون اقل. النقطة التانية والاخيرة هو الجدار الداخلي للقرنية. ناس بتعمل عمليات مية بيضة، بعد العملية بيحسوا ان القرنية ما استجابتش للعملية، فيها رشح في قدر فترة طويلة، ده نتيجة ان الجدار الداخلي للقرنية بيكون ضعيف. في الحالة دي احنا عندنا الجدار الخارجي وجسم القرنية سلام، فبنشيل فقط الجدار الداخلي للقرنية ونحط مكانه جدار داخلي تاني. فده برضو نوع من انواع زرع القرنية الجزئي، لكن ليه علاقة بعمليات ما بعد العمليات المية البيضاء او الناس اللي عندها مشكلة في الجدار الداخلي للقرنية، ودي التقنيات العالية الحديثة في زراعة القرنية. بشكركم واتمنى السلامة للجميع. شكرا جزيلا.